نفت القائمة العربية الموحدة وجود أي اتفاق سري بين نائبيها منصور عباس وعبد الحكيم حج يحيى وبين حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويأتي ذلك في أعقاب نشر مزاعم إسرائيلية حول اتفاق سري بين حزب الليكود والقائمة العربية الموحدة يقضي بمنح شبكة أمان لنتنياهو مقابل خطط اقتصادية وإلغاء قانون كيمينتس والاعتراف بقريتين مسلوبتي الاعتراف في النقب وأصدرت القائمة العربية الموحدة بياناً استنكرت فيه هذه الإدعاءات وأكدت أن هذه الشائعات هي جزء من دعاية الليكود الانتخابية، بالإضافة إلى ضرب محاولة إعادة القائمة المشتركة عبر نشر معلومات وتصريحات كاذبة.